بزاف منكم باغي يجي لاوروبا ولكن ما عرفتش الطريقه كيفاش هاد الناس كيفاش راه تجي لاوروبا كي راه دير هاد الناس تجي لاوروبا واش عارفين كيفاش راه تجي لاوروبا في ظل غياب العقود في ظل غياب الفيزات في ظل كاين الرفض بزاف هاد الناس كي راه دير تجي لاوروبا وشنو هي الطريقه بيان سور نهضر على الطريقه القانونيه الطريقه القانونيه الطريقه اللي خصك تجي بها انت ولادك ومرتك راه ماشي تجي غير انت لان الا جيتي انت راك خاسر راه المراه هي الخير هي الشر والاولاد سند الطريقه كيفاش كتجي هاد الناس بغيتو تعرفوا الطريقه كيفاش كتجي الناس اوروبا طريقه سهله ماشي مكلفه بزاف وطريقه اللي تنفعك انت ومرتك وولادك ومن بعد ملي تسالي بها تقدر تنفع واحد اخر هي برودوي عمره ما كيموت والضمانه ضمان الله ولكن راه كاع اللي دار معنا الطريقه خدا الفيزا وبالدليل وهذا الفيديو غنكملوا للاخير غتشوفوا تسمعوا الدليل ديال الناس والناس هما جايين عندي الان يصوبوا الوراق بقاو سمعوا الشهاده ديال الناس تحياتي سلام خويا مهدي مهم اونفان فيزا الحمد لله اوكي تقبلات من بعد عناء طويل من بعد ما فقدنا الامل بزاف كنت دفعت فيزا سالاري وما كانتش تقبلت لي انا والزوج ديالي ومعلم ان كنا كان سالير ديالنا مزيان وطالع وكل شيء عندنا وهداك وما تقبلاتش لينا صافي من بعد فقدنا الامل والحمد لله بنت هاد الشركه هادي مهم انا اتصلت بالسي بي دي مهم انا كنت كنشوفو كنت غي فان متتبعه ديالك وكيما نوريك الفيديو اللي كتحط على حساب الشركه وداكشي كنشوف المجهودات ديالك وكتقاتل باش توصل للناس المعلومات وكتحاول تقلب على اي طريقه باش 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 كلشي يدير مستقبله كلشي يمشي المهم كانوا تعصبات نزاعات بيني وبين خويا مهدي ولكن الحمد لله اونفا كلشي تغلبنا عليه هادشي ضروري ديك النزاعات والتعصبات ضروري واحد كيكون هادشي المهم انا كنت خديت بانوا لي الفيديو ديال سي مهدي ودرت النيه وتوكلت على الله مع العلم انني راه ما كنعرفكش عمرني شفتك ولا تلاقيت معك شخصيا نهائيا جوست لي فيديو ديالك في اليوتيوب كنت كنشوف دي فيديو ديالك على هكذايا وصافي اتصلت بيك قلت لك على حساب الشركه وداكشي المهم الحمد لله كانوا استفسارات معلومات كانت مساعده خدينا شركه عن طريق سيرفيا والحمد لله من بعد عناء طويل شركه خديناها وخدمناها 3 شهور المهم درنا رواج بنكي اللي خاصو يكون الحمد لله الوثائق ديالنا كانت كامله مزيانه الحمد لله واخيرا فيزا اوكي الحمد لله وكنتمنوا من سي مهدي ربي يسهل عليك بزاف والله كتقاتل باش وصلنا دي زانفورماسيون على الهجره بصفه عامه الحمد لله ان شاء الله مزيد من التالق وفريمون السيد انا ما كنعرفوش وعمرني شفته ولا تلاقيت معاه شخصيا غاتجي شويه بيزار مي راه فريمون درت النيه واللي كيدير النيه وقلبه مزيان ما كيخيبوش ربي سبحانه وتعالى والحمد لله اخيرا